ايضا معانا واحد من المدافعين التاريخيين الكبار في تاريخ الكره المصريه ومنتخب مصر والنادي الاهلي كايزرسلاوترن وعدد كبير من الانديه الرائعه، الكابتن الكبير سمير كمونه نجم دفاع النادي الاهلي ومنتخبنا الاسبق. يا كابتن سمير صباح الفل، مشرف ومنور حبيبي. صباح الفل يا كيمو، اخبارك ايه؟ وحشني. اخبارك يا كابتن سمير؟ دايما وحشني والله. اخبارك ايه؟ الله يخليك. انا متابعك. وحشني جدا وتملي متالق يا حبيبي. يا رب يخليك. متابعك كل يوم، تصريحات خطيره. واقول يا كابتن سمير نهدى بقى والدنيا تبقى كويسه. التصريحات خطيره على طول، بس خلينا دلوقتي في منتخب مصر احسن، ايه رايك؟ احسن برضه طبعا. طيب كابتن سمير، منتخبنا الوطني خلاص البطوله تنطلق ومنتخبنا الامال عريضه جدا عليه، متفائل؟ انا اتمنى بصراحه، اتمنى ان احنا ناخد البطوله و لعيبه محترمه ومتفائل. يعني 50-50 متفائل. 50-50 دي ما تبقاش متفائل، يعني 50 متفائل و50 متشائم. لا، ما 50-50 ده احساسا وعلى حسب حاله الفرقه واختيارات المدرب طب انت انطباعاتك انطباعاتك يعني الاولى. حاجات كتير قوي انا احسها وانت عارف ان انا صريح وبتكلم في الكوره وما ولا بلف ولا بدور. يعني طب انت ايه اللي حاسه؟ ايه اللي حاسه يقلقك؟ بحب الصراحه. ايه اللي حاسه يقلقك وايه اللي حاسه يطمنك؟ بص، هو رقم واحد انا ما ينفعش اروح بطوله الا لما اكون عامل على الاقل ماتش ودي. عشان في حاجه اسمها في الكوره التجانس وثبات التشكيل. حلو كده؟ حلو. انا ما عملتش ده. يعني صلاح مثلا بقاله شهرين ثلاثه ما بيلعبش مع المنتخب، بقاله اربع شهور من ساعه ماتشين ليبيا وانجولا. وصح مش كده؟ هو صلاح محتاج ينسجم يا كابتن سمير. صلاح انا جاي لك محترم، حطه في اي حته وهيبقى ماشي. انا بتكلم تيم وورك، انا بتكلم على الفرقه، الفرقه كلها بشكل عام مش صلاح بس. صلاح، مرموش، مصطفى محمد، عبد الله السعيد، الناس الجديده اللي المنضمه، ممكن يدخل حد هو بتاع مفاجآت احنا مش عارفين. احنا نتمنى ان كله يبقى حالته كويسه، لكن التجانس وثبات التشكيل مطلوب في الفرقه. تمام، ايه تاني؟ واخد بالك؟ ده كان هيساعدك يعني 70-80% ان انت عندك استقرار وعندك فرقه جاهزه وعندك فرقه اخر مباراه لعبوا مع بعض ويحط التشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه. لكن انا احط التشكيل على اخر مباراه ولا في حد تاني هيخش؟ احنا مش عارفين تشكيل يعني. ما على العموم هي وجهه نظره، فان شاء الله نتمنى يعني امنياتنا ان احنا يعني نتمنى ان احنا ناخد البطوله ان شاء الله. عندنا لعيبه محترمه قوي وعندنا فرقه تقيله وعندنا ناس محترفين وناس بتلعب في الدوري المحلي على اعلى مستوى، فان شاء الله نتمنى ان احنا يعني نوصل النهائيات وناخد البطوله ان شاء الله. طيب ده اللي قلقك، اللي مطمنك ايه؟ يعني ايه اللي في شكل الفرقه مطمنك وحاسس انه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نكسب البطوله؟ مطمني صلاح، مرموش، مصطفى محمد، الونش، شناوي. يعني العمود الفقري بتاع الفريق يعني خلاص. انا طمنت على بعض اللعيبه المحترفين واللعيبه اللي احنا متابعينهم هنا في الدوري المصري، لعيبه بتادي اداء على اعلى مستوى ومستواهم ثابت، عشان كده هم يظهروا ان شاء الله بمستوى ثابت في البطوله ان شاء الله. صلاح رقم واحد طبعا، بيدينا دفعه، الناس عامله حسابه وكل المنافسين عاملين حسابه ان هو لعيب جديد ولعيب افضل سبع لعيبه، وبالنسبه لنا هو افضل لعيب في العالم رقم واحد يعني طبعا. بالنسبه لي سمير كمونه صلاح ده نمبر 1 يعني في العالم كله. يعني هو دلوقتي عدى كريستيانو وعدى ميسي ومبابي ونيمار، كل الناس اللي هي موجوده على الساحه المميزين قوي هو عداهم، عشان كده احنا مطمنين. عندنا تيم قوي جدا، بالاضافه ان احنا عندنا لعيب عالمي زي محمد صلاح. هنا يعني اتوقع ان شاء الله ان هو من اول مباراه هيصنع الفارق مع منتخب مصر. ما اتكلمتش على المدرب. المدرب مش مطمنك؟ كيروش مش مطمنك؟ لا، اما اي مدرب هيمسك منتخب مصر احنا لازم نكون سبورت ليه، ما عندناش مشكله. اجنبي مصري، لكن برضو يعني المدربين البرتغاليين برضو دماغهم ناشفه شويه. زي مانويل جوزيه وزي مورينيو وزي مستر كارلوس كيروش، يعني هم مدرسه كده خاصه كده في 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 التعامل مع اللعيبه.
بيحاول عارف ايه تضرب المردود، يخايف مش عارف ازاي بقى الحاجات الامثال دي، عارف كده الحاجات بتاعتنا في المجتمع الشرقي هو كده. انا شايف ان هو حد كده. قال له مشي قفشه ومشي محمد شريف هتلاقي الدنيا ظبط، دول اقوى اتنين في مصر وفي النادي الاهلي هتقلب مصر كلها. ازاي ومش ازاي عمل كده، عمل كده في نادي الزمالك، راح ممشي طارق حامد اللي هو ممكن يعتمد عليه في بعض الماتشات بطريقه مختلفه من رقم ستة اللي هو بيعرف يدافع كويس قوي في بعض الماتشات الافريقيه اللي فيها تخبيط وفيها ترزيع وفيها الحاجات بلغه الكوره يعني ماتشات صعبه هو يعرف اللي ما خدوش. الناس كلها طلعت قالت لك وكل الزملكاويه قالت والناس اللي بتحب طارق وعارف بتحب طريقه لعبه قال مش هينفع ان هو ما ياخدوش ماشي. يعني قفشه محمد شريف مره وبعدين طارق حامد وبعدين رفعت اللي كان متالق في بطوله العرب جاب جونين وطلع جون كان من افضل الناس اللي هو اختارها واختبرها. صحيح. فهو صحيح. رفعت هو اللي جاي ماشي. طب ودلوقتي؟ طب ما في ناس هتبطل حاجه و30. طب انت قفشه ما خدتوش ليه؟ عشان عبد الله السعيد. طب عبد الله السعيد لا قدر الله اتعور او عنده ثلاث كروت، مين هيلعب مين البديل مكانه في المكان ده؟ لو انت بتلعب بطريقه ثلاثه. صحيح. 4-3-3. لو انت غيرت الطريقه وده مستحيل وانا بقول لك مستحيل ان هو يلعب الا ما لو حد قال له يعني ان من الناس اللي شغاله معاه يعني جهاز على اعلى مستوى زي الكابتن ضياء ومحمد شوقي وعصام الحضر اسطوره حراس المرمى في مصر معاه جهاز قوي. طيب كابتن سمير رايك انما هو لو لعب 4-2-3-1 هو ده الافضل له يعني. ايه التشكيله بقى اللي انت شايفها الانسب لمصر في مواجهه المنتخب النيجيري اول مباراه لمنتخبنا؟ عينيا كيمو بس كده احلى تشكيل. شفت بقى يلا اديني احلى اديني احلى تشكيل من عندك طلع لي الحلو اللي عندك. احلى تشكيل احلى كيمو حبيب قلبي. اتفضل يا كابتن. ان شاء الله الشناوي اكرم توفيق باك رايت فتوح باك ليفت اثنين مساكين في القلب الشناوي و سوري حجازي والونش وثلاثة في نص الملعب زي ما هو هيلعب على حسب قناعته باللعيبه اللي موجوده عبد الله السعيد حمدي فتحي في ظل غياب السوليه والنني دول الثلاثه اللي في نص الملعب. الثلاثي الهجومي من قدام ناحيه اليمين صلاح راس حربه صريح مصطفى محمد ناحيه الشمال عمر مرموش. كابتن الكبير كابتن سمير كمونه نجم دفاع منتخبنا الوطني والنادي الاهلي الاسبق انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله شكرا جزيلا.